حقيقة الملتقى نعتبره إن شاء الله من الملتقيات الناجحة في إمارة أبوظبي، بدليل أنه استقطب عدد كبير من المتحدثين ومن الخبراء الدوليين، يعني وصل عددهم تقريبا 72 متحدث عالمي من اختصاصات مختلفة تعنى بالجودة. كما أن لاحظنا تفاعل الحضور في ورشات العمل في المؤتمر بمستوى عالي جدا، وكما أن لاحظنا شكر من المشاركين لمجلس أبوظبي للجودة المطابقة في تنظيم هذا الملتقى، ما في شك في ذلك. طبعا من أهداف مجلس أبوظبي للجودة المطابقة هو تمكين المؤسسات في إمارة أبوظبي نحو تحقيق رؤية 2030 التي تبنتها الحكومة، وما هذه الممارسة أو هذا المشروع كملتقى إلا يصب في نفس الهدف، حيث أن يجمع المختصين والمؤسسات الدولية ذات العلاقة لتبادل هذه الأفكار، لتبادل الممارسات الحالية، الرؤى المستقبلية، نقل أفضل الخبرات في مجالات العمل، خاصة في مجالات البيئة، في مجالات الأمن والسلامة، في مجالات الاستدامة مع الدول المتقدمة. في حقيقة الأمر يعني استقطب المؤتمر عدد كبير من المختصين والبارزين والمؤسسات المعروفة أو المختصين كذلك في مجالات الجودة في العالم، وخاصة من دول أوروبا ودول أمريكا الشمالية والجنوبية. هذا الحدث يساهم كذلك في مراجعة الممارسات الحالية في إمارة أبوظبي والرؤية المستقبلية، وبالتالي أخذ مزيد من الأفكار نحو تعزيز هذه الرؤية الطموحة على مستوى إمارة أبوظبي.